بسم الله الرحمن الرحيم والسلام والصلاه والسلام على رسول الله العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هنعمل بس ريفيو سريع على اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. اول حاجه عملنا اوفر فيو عن الباور سيستم وازاي ان في مراحل الجنريشن والترانسميشن والديستريبيوشن واللود، وان الربط ما بين الحاجات دي كلها اللي هو عباره عن المحولات او محطات السبستريشن. وبدانا ندخل في اوفر فيو عن السبستريشن اهو، وخدنا ان فيها كومبوننت اللي تهمنا ايه ترانسفورمرز الموجوده في الهاي فولت سبستيشن، البار ترانسفورمر والكارنت ترانسفورمر فولت ترانسفورمر وشونت رياكتور. بعد كده دخلنا على الترانسفورمر وقلنا ليه بنحتاج الترانسفورمر واشكال الترانسفورمر المختلفه. بعد كده دخلنا على الثيري اوف اوبريشن وازاي احوله ايه اللي هي البيزك كومبوننت بتاع الترانسفورمر مثلا، وازاي اعمل موديل للترانسفورمر في ان انا احوله لكوفرنت سيركت اقدر اعمل من خلالها واجيب الباور والكارنت ازاي وهكذا. وخدنا مثال على كده، بدانا اهو ناخد مثال وجينا بعد كده قلنا لو في مالتي سكندري، في كذا سكندري وفي برايمري، ازاي اعرف اجيب التيار اللي ماشي في كل فرع موجود. وبدانا ناخد القصه دي اكزامبل على المحاول الموجود عندنا هنا في مغرغه، وقلنا ازاي نحسب التيارات الموجوده في كل برانش موجود من البرانشات من لو في تو سكندري. وخدنا مثال تاني لو في جنريتور متوصل على ترانسفورمر ليه تو سكندريز، جنريتور واحد جنريتور اثنين بيغذي على دلتا دلتا وطلع منه ستار، ازاي احسب الكارنتس وهكذا. بقى خدنا الاكزامبل ده، بعد كده بدانا نقول الاكشوال ترانسفورمر ازاي اعمله موديلنج، وبدانا نوصل لاخر الكوفرنت سيركت اللي هي عباره عن الار والاكس، الار والاكس هكذا اهي اللي هي الاخر خالص دي اللي هي اهي. ان انا هنا ده البرايمري ار واكس، السكندري ار واكس بس ريفركتد للبرايمري فتبقى داش، وده الكور اللي هو ار دوت وي اكس دوت. بعد كده وصلنا للاخر، قلنا بقى ان انت ازاي هتكنسل بحيث ان انت تجيب زد ايكوفالنت، وقلنا دي البرسنتج امبيدنس وعرفنا يعني ايه برسنتج امبيدنس. هي ممكن نقدر نقول هي نسبه الفولت اللي اقدر اسلطها على المحول عشان يمشي ريت الكرنت لما يبقى المحول شورت سيركت. يعني لو عملت هنا شورت سيركت هيمشي من هنا تيار الريتد امتى؟ لما ظلط فولت يساوي البرسنتج امبيدنس من الفولت، او ان البرسنتج امبيدنس ده مقدار الضرب في الفولت عند الريتد كارنت. يعني لو ماشي هنا ريتد كارنت في المحول، فلو انت المحول ده 500 كيلو فولت البرايمري بتاعه مش هيبقى اكشوال 500، هيبقى 450 نتيجه ان في ضرب اللي هو بمقدار البرسنتج امبيدنس. التعريف الاكشوال بتاعها في الستاندرد هي البرسنتج بتاعت الفولت اللي بتدخلها على المحول لما يبقى شورت سيركت علشان يمشي الريت الكرنت. يعني لو الزد دي بدالها شورت سيركت كده، فعشان امشي هنا الريت الكرنت لازم اسلط فولت هنا مقداره البرسنتج امبيدنس 10% مثلا، فيبقى 10% يمشي الريت الكرنت. وده لوجيك طبعا، ان هي في الاخر هي مقدار الدروب. وفرقنا ما بين الباور لوسز والبرسنتج امبيدنس، يعني ايه محول يبقى الافشنسي بتاعته 95% والبرسنتج امبيدنس 10%. وقلنا ده مش دعوه بده، ده عباره عن ار واكس كبرسنتج امبيدنس، لكن اللوسز عباره عن ار بس. ماشي تمام. بدانا ناخد بعض المصطلحات هنا وخلصنا المصطلحات في الاخر، وبدانا بقى ندخل ل اللي هو بقى انواع الترانسفورمرز، وخدنا الدراي والاويل وعرفنا تعريف اللي هو الامبيانت تمبريتشر اير. الامبيانت اير الامبيانت تمبريتشر دي درجه الحراره الموجوده حوالين المحول من مسافه 1 ل 2 متر. بحيث ان انا لما بقول الامبيانت ماكسيمم امبيانت تمبريتشر بتحط فيها المحول 40 درجه، ال 40 درجه دي بتتقاس من على بعد 1 ل 2 متر من المحول نفسه. ده اكوردنج للستاندر. بدانا ناخد طبعا الاوتو ترانسفورمر، قلنا دي ضفناها علشان المحول هنا اصلا اوتو. فبدانا ناخد ازاي تحسب الكرنت وازاي بيوفر في الكبر، وعرفنا يعني ايه الحاجات اللي بيوفرها لما بصنع المحول اوتو ترانسفورمر، ان هو بيوفر مرتين في الكبر غير توفير في الانسوليشن غير توفير في حجم المحول نفسه، فهتبقى ليه مزايا كتيره جدا. تمام. وبدانا نحسب الكرنت، ازاي احسب الكرنت اللي ماشي في كل برانش. وعرفنا ان هو لو محول 10 كيلو فولت امبير و400 على 200، لو جيت احوله ان هو يبقى اوتو ممكن نفس الكبر ده يستحمل 15 كيلو فولت امبير، نفس الكبر بالظبط. وطبعا هي المفروض ان هي 10 زائد 200 على 400 في 10 من الاخر، يعني اللي هي 10 كيلو فولت امبير زائد 200 على 400 في 10 اللي هي هتطلع 15 كيلو فولت امبير. ودي حسبناها المره اللي فاتت، وقلنا ازاي بيحطوا بقى تاب في البرايمري بحيث ان هو يقعد يغير فيها، وازاي ان التاب دي لما بتتغير ان انا لو عاوز ارفع الفولت اقلل التاب، ولو عاوز اقلل وحسبناها واثبتناها صح؟ طيب. والعكس.
ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. بعد كده دخلنا الثري فيز ترانسفورمر وخدنا الكونكشن بتاعه وعرفنا يعني ايه موازي، يعني ايه ارسم ان ده موازي لده وده موازي لده وده موازي لده، وقلنا الكلام ده في الستار وفي الدلتا ازاي ارسم موازي برضو الموازيات، وعرفنا الريش بتاع الفيز فولت والريش بتاع اللاين فولت، وبدانا ناخد اللي هو الدلتا لما ستار دلتا الموازي ده معناه ان الاثنين محطوطين على نفس الكور بالظبط. اه وعرفنا ازاي الريشيو بتاعه الفيز والريشيو بتاعه اللاين، ده الريشيو بتاع الفيز فولتج وده الريشيو بتاعه اللاين فولتج، وعرفنا ان هي بتبقى جذر 3 عام. بعد كده خدنا البانكس ان انا لو عندي بقى 3 سيبريتد محول بوصلهم ازاي بحيث ان انا احصل على ستار دلتا خلاص، وعرفنا الريشيوز دي بتبقى كام بتبقى عامله ازاي والريتنج. بدانا ناخد كل ده خلاص كده مثال على الفهم هاو تو كونكت بقى 3 فيز، وده اللي هو كان بدايه الفيكتور جروب بالنسبه لنا، وعرفنا انواع التوصيلات وايه فائده كل توصيله اللي هو انواع التوصيلات فائده ستار دلتا امتى وليه في الباور جنريشن يخليها دلتا ستار، لما يجي بقى في الديستريبيوشن دلتا ستار تحت، لما يجي في مثلا في ال 500 على 220 يخليها ستار ستار، وايه فائده كل واحد والترشر وايندنج دي يستخدمها امتى وهكذا. فده اللي احنا قلنا فيه. بعد كده بدانا ناخد كذا اكزامبل على الفيكتور جروب ونحل كذا اكزامبل على الفيكتور جروب ونعرف ايه فائدته وايه اهميته كده. طبعا الفيكتور جروب ده لما اجي هنا في الريلي لازم احط له الفيكتور جروب، يعني انا مثلا كان شنايدر ده كان ده متهيألي سيبام ريلي سيبام تي 40 كان ترانسفورمر دي واي ان 11، فانا لازم احط له الفيكتور شيفت 11. وصلنا في الاخر طبعا قلنا فائده الفيكتور جروب في البارل اوبريشن، ودي يعني ما قلناش عليها ايه شروط البارل اوبريشن، يعني امتى اقول ان المحولين دول ينفع ان انا اشغلهم بارل اوبريشن. تمام، البارل اوبريشن اول حاجه الترانسفورميشن ريشيو ماست بي ذا سيم، ان ده نفس التيرمز ريشيو بتاع ده بالظبط، وان كان ده بصراحه في يعني شويه من التعديل. احيانا انا بعمل محولين المحولين ده نفس الريتنج بتاع ده بالظبط، وراح ادخل ده الاقي ده مثلا يتحمل بكيلو فولت امبير ممكن يبقى ده قد ده، لازم عندي مشكله مثلا ان المراوح بتاع ده اشتغلت فالفي بيز فالريتد بتاعه يعتبر يكون عالي عن التاني، فانا عاوز اقول في الاخر يعني ان انا اخلي محول فيهم متحمل بكرنت اقل من التاني. طبعا انا نتيجه ان المحولين على التوازي فالكرنت اللي هنا هو قد الكرنت اللي هنا بالظبط خلاص. انا لما بغير التيرمز ريشيو بتاعت واحد فيهم هو كده كده مجبر على الفولت بتاع البرايمري والفولت بتاع السكندري، يعني البره دي مثلا جهدها 500 البره دي جهدها 500، وانا جيت قافل السكينه دي وقافل السكينه قصدي البريكر ده والبريكر ده، يبقى المحول ده اصبح بالتوازي مع المحول ده صح، اصبح الجهد ده انا مجبر عليه من جهد الجنريتور غصب عني، والجهد ده مجبر عليه من جهد الباره من الاحمال التانيه الموجوده، يبقى اصبح المحولين ده مجبر على تيرمز ريشيو معينه موجوده فيه. لو جيت غيرت واحد فيهم عن التاني يتحمل بكيلو فار مختلف عن التاني، يعني ممكن يبقى محولين متوصلين على التوازي وغير الترمز ريشيو بتاع واحد فيهم، امتى؟ لما يبقى الريتنج بتاع واحد فيهم قليل عن التاني، يعني مثلا ده 40 ميجا فولت امبير وده 25 ميجا فولت امبير والاثنين داخلين على نفس البار، فخلاص ده بيشارك بكرنت قد ده، لقيت ان الكرنت اللي بيشارك بيه 25 يعتبر نسبه كبيره جدا من الريتد بتاعه او تقارب الريتد، لكن ال 40 لان هو كبير فيعتبر الكرنت اللي هو بيشارك بيه من نسبته من الريتد قليله، فقلت خلاص انا هقلل الكرنت اللي انا بسحبه من 25، فبقلله ازاي؟ ان انا بغير التيرمز ريشيو بتاعت ال 25، فلما اغير التيرمز ريشيو بتاعت ال 25 ميجا فولت امبير بحيث ان انا اعلنها اقلل الكرنت المسحوب خلال المحول ده خلاص، يبقى ممكن يبقى اثنين محول متوصلين على التوازي مش لازم يبقى الريشيو واحد، مش لازم الاثنين عند نفس التاب، يعني ده عند تاب 11 وده عند تاب 11 مش لازم، ممكن اخلي واحد عند تاب 10 او عند تاب 12 ليه؟ عشان نعمل كده عندنا عشان اغير عندنا فرق محاولات 220 على 66 ايوه بس لو غيرت الترمز هغير الجهد اللي خارج من المحول ما بغيرش من الجهد اللي خارج منه لان هو مجبر على جهد البار ثم كده يبقى بيسحب من المحول اللي جنبه مش بيسحب بيشارك بكرنت اقل بيشارك ايوه بتعملها بيشارك بكرنت اقل ما بيسحبش المحول ما بيسحبش لان اتجاه الباور فلو دايما اللود دايما هو اللي بيسحب الكرنت كله لان اللود ده هو اللي بيشد الكرنت كله هو اضعف نقطه يعني مثلا بص ده زد 1 وده زد 2 ده زد كوفرنت 1 وده زد كوفرنت 2 وده زد اللود زد اللود دي بتسحب معظم الكرنت فانت لو قللت الترمز ريشيو بتاع ده او بتاع ده بتلاقي الكرنت المسحوب خلال ده يقل
بس هو كله بيروح يصب في الاخر لمين؟ للود. فاهم قصدي؟ بتغير الرياكتيف باور اللي ماشيه في الاثنين من الاخر. فانت ده دي بس بيتحمل ده بوط غير الوط ده خالص يعني بيه؟ ممكن يفرق عن بعضين مش عارف 5 ميجا وات 10 كده يعني في الباور اللي عندنا ده. ميجا فار ولا ميجا وات؟ لما بيتكلم لا وات لما بيتكلم على اي واحد واثنين بياخدوا مش عارف 40 وات ومحاول 5 بياخد مش عارف 30 او 20 وات. ماشي. المهم ان هو الكرنت المسحوم من خلاله لازم يقل. الكرنت المسحوم من خلاله فممكن يبقى الاثنين متوصلين على التوازي ده على البار وده على البار. بس هما واحد مش عارف بيعمل ايه بالظبط. واحد مش عارف بيعمل ايه. فاحنا الكلمه دي قلنا ان فيها كومنت عليها كده ترانسفورميشن ريشيو ماست بي ذا سيم مش يعني لا. مش جروب نمبر ماست بي ذا سيم ودي برضو شوي اللي هو المفروض الفيكتور جروب زي الفيكتور جروب الفيكتور جروب زي الفيكتور جروب. طب لو اثنين فيكتور جروب مختلفين عن بعض ينفع اوصلهم؟ ايوه ينفع. ازاي؟ عامل ايه؟ لا بينفع ان انا ببدل الفازات. لازم ليها حاله ما ينفعش بدل الفازات ازاي؟ لا يعني ايه؟ يعني انا المحاول الاولاني داخله اي بي سي ده عندنا زيت برسنتج امبيدنس مختلفين مش الفيكتور جروب. الفيكتور جروب سليمه. لا برسنتج امبيدنس لا الفيكتور جروب عندكم لا ده اللي جايين جداد. لو 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 هو محاول دي واي ان 5 ومحاول دي واي ان 11 ايوه هل الاثنين ينفعوا؟ ما ينفعش. ينفعش نهائي مش نهائي مش نهائي الا نلاقي حل بقى. احنا بنتحايل على الموضوع من بره شفت بنتحايل على الموضوع. طب استنى لما نشرح الاول الفيكتور جروب تيست. طب استنى هقول لك جايين عندنا لما نشرح الفيكتور جروب ينفع. ينفع انا قلت له ينفع بتبدل الفازات ازاي ينفع وصلهم قال لي ما مش هيبدل الفازات. ينفع اصل هي واي دي ان 11 يعني اللعبه كلها في ترشري. لا هو بيتكلم على السكند. لا ما بتكلمش على الترشي. ينفع؟ طب ده ينفع؟ ما بتكلمش على الترشي خالص. انا بتكلم على ان انا دي واي ان 11 ودي واي ان 5 ينفع المحاولين دول يتوصلوا مع بعض توازي؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش صح؟ بس ينفع عن طريق تحايل خارجي. احنا من طب تحايل من هنقولهم بعد ما نشرح التست بتاع الفيكتور جروب. طب ما تقولها لنا بسرعه دي ليه ما ينفعش؟ عشان قلنا بسرعه بسرعه ليه ما ينفعش؟ ليه هو ليه ما ينفعش ان انا اوصل؟ لان من الاخر الفولت اللي جاي على البرايمري ده الفولت اللي جاي على البرايمري لو ده داخل عند الزاويه عند زاويه 0 وده داخل عند زاويه 0 لو ده دي واي ان 5 ودي دي واي ان 11 هيبقى ده متشفت عن عن هنا يبقى 150 صح؟ وده متشفت عن ده مين؟ 330 هيخلي سيركويتنج كارنت من الاثنين محاول واحد دود على الثاني هيبقى في واحد بيمشي فيه كارنت للمحول يعني ده بيشارك لده وده بيشارك لده. شروط السيكرونايزيشن هي نفس شروط البارل اوبريشن من الاخر. ايوه ان المفروض يبقى الاثنين ات ذا سيم فولتج ات ذا سيم فريكوانسي عشان يشاركوا مفيش حد عشان الاثنين يشاركوا عشان ده يشارك مع مع ده لما يبقى واحد فيه في الشيفت عن الثاني مختلف يبقى يعتبر في واحد بيمشي للثاني كرنت سيركيوليتنج كرنت. انت بقى بتحاول تكنسل الفيكتور جروب ده في ان انت الفيكتور جروب مثلا دي واي ان 5 هو بيبدل فازات اللي هو دي واي ان 1 دي قلنا المره اللي فاتت ان هي الفازه اي بي سي بيخليها اي اللي في النص بي اللي في الاخر سي اللي في الاول بتروح تبدلهم بره مره ثاني عشان تنفع تربطهم على دي واي ان 1 يعني انت في الاخر بتعمل التعديله من بره عشان تقدر تكنسل في المحول. طب ما هو كده الفرق ما بين الفيس شيفت هتبقى حوالي 180 بين 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 5 و11 مثلا يبقى 180 صح؟ لو بدلنا فازه لو بدلنا فازتين ماشي هظبطها لك بالثلاث يعني لما نشرح البيت الفيس كونكشن ماست بي ان ذا سيم سيكونس طبعا ان هو A مع A B مع B C مع C احنا بقى الشرط الاول مع الثاني الشرط الثاني مع الثالث بنقعد بقى نلعب فيهم بحيث ان انت لو اثنين ديفرنت ازاي ان انت تكنكهم مع بعض ماشي. الشورت سيركت امبيدنس ماست بي ذا سيم الزد ايكوفالنت بتاع ده هي نفس الزد ايكوفالنت بتاع ده ده اللي هما دي اساسيه برضو ولا مش مهمه بينا؟ لا دي اساسيه مش فيها كلام. طب ما دي المشكله اللي عندنا هنا في النهارده اللي هو ايه؟ الزيت برسنتج امبيدنسيه المختلفه. طب ازاي الزيت برسنتج مختلفه؟ ده ليه بيحمل واحد غير الثاني وبيعمل تاب مختلف تاب مختلفه يبقى هجيب زيت مختلف هو بيعمله عشان انا هجيب تاب مختلف ولا هجيب نفس التاب؟
لا هو بص المحول ده اللي هو 220 على 66 ده 220 على 66 تمام. بس هم ثلاثة 1 و2 و5 1 و2 ايدنتيكال في كل شيء يعني 40 ميجا فولت امبير مختلف هم نفس الشركه اللي عملت المحول زي اللي عندنا هنا ماشي المحول 5 ده هم مركبينه جديد كان الفيكتور جروب الزيت برسنتج امبيدنس بتاعته مختلف عن واحد ودي لا هو ده كم ميجا فولت امبير وده كم ميجا ده 40 و75 وده 75 الثلاثه 75 عشان شركه ثانيه في مختلف في شركه ثانيه دي مش لا اصل زيت الكوفرنت تقريبا بيبقى كلهم نفس ال زيت الكوفرنت ما هو بيعمل ايه لا مش مختلف خالص عشان واحده بين مش 13 و 10 وبيعمل دول اصلا كده كده متواصلين مع بعض على التوازي يبقى 1 و2 بتوزن و5 مخليها على بره ثاني فلما بيحب يوصل ال 66 الرب بتاع 66 بيتجلل ده خطوتين عنده ليه هو ده بس مش بالنسبه بتاعه هو عجل الدراسه دي عمليتها التحكم فانا كنت عايزه افهم ايه السبب طبعا عاوزين ناخد الداتا بتاع المحولين دول لا لا عاوزين ناخد الداتا عايزين ناخد الداتا بتاعه ده ونجيب لك النيم بليت النيم بليت بتاع ده والنيم بليت بتاع ده عموما كنت ثلاثه هيمشوا بس هجيب لك النيم بليت ماشي السبب ايه بتاع الدراسه بتاعتهم طيب نكمل البارل اوبريشن اخر حاجه بدانا فيها اللي هو النيم بليت داتا ازاي انا ايه المعلومات اللي بتهمني في النيم بليت داتا ووصلنا في الاخر للنيم بليت دي وقعدنا نقراها مع بعض تمام كان ده اخر حاجه وصلنا ليها هنبدا النهارده في ترانسفورمر تيست باذن الله